احنا متواجدين الان في الثانويه التاهيليه البروج، كنقوموا بعمليه تلقيح اللي كتهم الرجال ونساء التعليم. هذه العمليه اليوم كتمر في واحد الاجواء جد ملائمه، الحمد لله رجال ونساء التعليم مقبلين على التلقيح. عموم اقليم سطات من اللي بدات العمليه من اعطاء انطلاقه صاحب الجلاله، فعمليه التلقيح كتمر في ظروف جد حسنه، كاين اقبال ديال المواطنين، سواء المواطنين اللي عندنا الفئه العمر اكثر من 75 سنه، الاجواء جد ملائمه. حنا الان في مع رجال التعليم ونساء التعليم اللي لقينا منهم واحد القبول واقبال، واللي استقبلونا في ظروف جد حسنه. فاحنا جد كقطاع ديال الصحه احنا جد مرتاحين لا للاقبال ديال المواطن لا الاجواء العامه اللي كتمر فيها سميتو عمليه التلقيح. لنا الشرف هذه المؤسسه ان نحتضن هذه المبادره ديال التلقيح ديال الساده الاساتذه، وبطبيعه الحال تمت العمليه في ظروف جد جيده جدا، واشعر رجال التعليم ونساء التعليم باهميه التلقيح ودوره من اجل ان نكتسب مناعه جماعيه. بهذه المناسبه اود ان اشكر جميع الفعاليات التي ساندتنا في هذه العمليه، والتي كما قلت سابقا مرت في ظروف جد جيده، والحمد لله ان الوعي المغربي أبان عنه اليوم رجال ونساء التعليم من خلال التلقائية المباشرة من أجل التلقيح. وأعتقد أن هذه المبادرة التي كان صاحب الجلالة محمد السادس الرائد الأساسي فيها، والذي أعطى لشعبه الدرس من أجل أن يتلقح جميع المغاربة، وبالتالي أن هذا التلقيح ربما سبقنا دولا عريقة في هذا المجال. وأعتقد أن العملية ستسير بوتيرة جد مهمة، ولنا الحمد في المغرب على هذه البادرة الطيبة، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش أبوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.